خليه يصحح لي الدكتور. يقولون حبوب البابايا علاج للي عنده مشكله في البطن. علاج جرثومه المعده. جرثومه المعده يعني تاكل الحبوب لا تطلعها. هذه كل اغلب الشعب يعاني منها. الثمره هذه افضل، تحتوي على انزيمات هاضمه جدا. اي انسان يعاني من مشاكل هضم ياكل بعد اي وجبه عسيره ياكل بابايا. بابايا مع الحبوب او عنبرود، يسمى عنبرود المانجا الناعمه، يسموه عنب. العنب هو المانجا. وهذا مثبت طبيا دكتور؟ مثبت طبيا نعم، ان الطب ثابت على مسؤوليته. دكتور هذا حل ما هو سهل، اغلب الناس والله بس مع الحبوب صح؟ يعاني لا بدون حبوب. لا لا بدون حبوب. اللي يعاني من جرثومه المعده، اللي يعاني من جرثومه المعده ياكل الحبوب، واللي ثمره هذه هاضمة جدا تحوي انزيمات عالية للهضم، انزيمات يعني نباتية ما هي من الانزيمات اللي ياخذون الان الهضم، قد تكون ضارة، لكن هذه انزيمات طبيعية. ولذلك معظم المكملات الغذائية اللي تستعمل من الهضم فيها مادة البابين هذه. حتى في المكملات الغذائية شوف الحبوب هذه تاخذها على اساس جرثومة المعدة، والثمرة لأجل الهضم. اللي عنده عسر في الهضم أو أي شيء، يعاني من سكر، عند سكر عالي ويشتهي الفاكهة يأكل الباباي، لأن السكر فيها سكر الباباي لا يرفع السكر. والله كلام كيف؟ والله كلام. وقال لك الدكتور مكتبة طبية، كثير من الناس يعاني من جرثومة المعدة ويتألمون، ممكن يروحون حتى مسكنات ما تنفع فيهم. فالدكتور يقول مكتبة طبية. أمي دائما كانت تعالجنا يعني بدون مستشفى ولا شيء. الثمر ما شاء الله ذكرت بالأراك فورا ما شاء الله. لذيذ لذيذ أعرفه. لا لا, لا.